بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب السلام، قال: باب كيفية السلام. أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب بيان كيفية السلام على الصفة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، فقال رحمه الله تعالى: يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدة، ويقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم. هنا المصنف رحمه الله تعالى بيّن ما يذهب إليه في هذه المسألة. المسألة الأولى في كيفية السلام، هل تكون بضمير الجمع أم تكون بضمير المفرد، أم تكون بضمير الجمع للجمع والمفرد للمفرد. مر علينا شيء من الكلام في هذه المسألة، قد ذكرنا أن الأفضل أن الإنسان إذا كان يسلم على مفرد أن يسلم عليه مفردا، وإن كان جمعا يسلم عليه بضمير الجمع، وإن كان الأمر في هذا واسع. وذهب النووي رحمه الله تعالى في هذا التقرير إلى أنه يفضل ضمير الجمع مطلقا، يفضل ضمير الجمع مطلقا. وقد ذكر بعض الأدلة، والكلام على هذه الأدلة قد يطول يعني في وجه الاستدلال بها، سواء لمن يرى أن الأفضل الإفراد للإفراد، أو من يرى الجمع مطلقا في الإفراد والجمع. ولكن على كل حال المسألة الأمر فيها واسع، إن سلم بالإفراد فلا بأس، وإن سلم بالجمع فلا بأس، لأن بعض الأدلة تحتمل هذين المعنيين. والمسألة الثانية، قال: يأتي بواو العطف في الرد، يعني يقول وعليكم السلام. وأيضا يقال هنا الأمر في هذا واسع، لأن الأدلة الشرعية أيضا أتت بدون واو العطف، فإن أتى بواو العطف فلا بأس، وإن لم يأتي بواو العطف فلا بأس. يعني إذا رددت السلام تقول وعليكم السلام، أو تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما يشترط فيها الواو. ولكن هنا ذهب النووي رحمه الله إلى الأفضل أن تأتي بواو العطف، وظاهر القرآن لا يوجد واو العطف، قالوا سلاما قال سلام، ولم يأتي بواو العطف في رد السلام عليهم، دل على أن الأمر في مثل هذه الأمر فيه سعة. ثم قال يعني مستدلا لما ذهب إليه، قال: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. وهذا وجه استدلال النووي رحمه الله، لأنه يقول تقول ضمير الجمع سواء على المفرد أو على الجمع، واستدل بهذا الحديث حديث عمران بن الحصين. قال: لأن هذا الرجل جاء إلى النبي وقال السلام عليكم، فدل على أن الأفضل أن يؤتى بضمير الجمع. قال الشيخ محمد الأمير رحمه الله تعالى: وهذا الحديث ليس فيه دلالة على ما ذهب إليه النووي رحمه الله. قال: لأن هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة. وإن كان في نص هذا الحديث يعني لم تذكر الجماعة، ولكن هو استنباط، فدل على أن الأمر يحتمل هذين المعنيين، إما أن يأتي بضمير الجمع على المفرد، أو يأتي على المفرد بضمير المفرد فقط. قال: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس، يعني رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جلس هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر، يعني عشر درجات. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، يعني زاد ورحمة الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرون، يعني عشرون درجة. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه، يعني رد عليه النبي السلام فجلس، أي فجلس هذا الرجل، فقال النبي: ثلاثون، يعني ثلاثون درجة. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن. وهذا فضل عظيم،
يفرط فيه اليوم كثير من الناس، بدل ما تأخذ 10 حسنات خذ 30 حسنة كلها زيادة كلمتين، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفوز 30 درجة والحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. ما الذي يمنعك أن تكمل السلام يعني بصيغته الكاملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ فهو أكثر أجرا وأعظم عند الله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الأول قال السلام عليكم قال 10، قال الثاني السلام عليكم ورحمة الله قال 20، قال الثالث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال 30. وهذا الحديث كلنا نعرفه، ولكن نقصر في العمل به. وفي الرد على المسلم إما ترد بمثل أو بأفضل، فإذا قال السلام عليكم لا يجزئ أقل من عليكم السلام، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله لا يجزئ بأقل عليكم السلام ورحمة الله، وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يجزئ إلا أن تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهل تزيد مثلا ومغفرته ورضوانه؟ جاء في الحديث زيادة ومغفرته، ولكنها لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتفى بأنك تقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف ترد عليه بأحسن؟ الآن غاية الحسن هذه 30، فكيف ترد عليه بأحسن؟ قال العلماء ترد عليه بأحسن بصيغة بطريقة سلامك، إما برفعك للصوت، إما ببشاشة الوجه، فتكون التحية بأحسن من تحيته في صفتها وكيفيتها وطريقة ردها. فإذا لم تستطع أن تزيد عليه لأن الشرع توقف عند وبركاته، يكون طريقة سلامك ورد السلام ببشاشة، بطلاقة وجه، برفع صوت أكثر، فهذا يدخل في رد التحية بأحسن منها. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. متفق عليه. قال النووي وهكذا وقع في بعض روايات الصحيحين وبركاته، وفي بعضها بحذفها، وزيادة الثقة مقبولة. على كل حال، هنا يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة هذا جبريل يقرأ عليك السلام، يعني يلقي عليك السلام. وهذا الحديث فيما يظهر أنه بحضرة جبريل، ولكنها لا تراه، بحضرة جبريل لكنها لا تراه. فأوصى النبي أن يسلم على عائشة، وهذا لفضل عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث الآخر بحديث خديجة أن جبريل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لعائلة خديجة أن الله يقرئها السلام، وهذا فضل لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا فيه فائدة، جواز تحمل السلام وتبليغه، جواز تحمل السلام وتبليغه. فلو قال لك إنسان سلم على فلان وأبلغه السلام، فإنك إذا تحملته وجب عليك أن تبلغ هذا السلام. ولذلك الأفضل في مثل هذه الأمور إذا حملك أحد السلام أنك لا تتحمل إلا بتقييدها بالمشيئة أو عند القدرة أو عند الذكرى، حتى لا تتحمل هذه الأمانة ولا تؤديها. وأيضا لا ينبغي الإنسان أن يكثر من تبليغ السلام حتى لا يحمل غيره أمانة ولا يؤدي هذه الأمانة، إلا إذا جعله في حل، إلا إذا جعله في حل. فإذا هذا الحديث يدل على جواز تحمل السلام وأدائه، لأنه من باب الأمانات. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عائشة رضي الله عنها بسلام جبريل. وهنا فائدة في قولها رضي الله عنها وأرضاها، قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وننبع على مسألة مهمة، وهي أن بعض الناس، وهي تقع كثيرا عندهم، إذا قيل له إن فلان يسلم عليك أو يبلغك السلام، ماذا يقول؟ يقول الله يسلمك ويسلمه. هذا ما يجزي. لابد أن ترد السلام بالصفة الشرعية، فتقول عليه السلام ورحمة الله وبركاته. وإن قلت عليك وعليه السلام ما في بأس إن شاء الله. وإن كان ظاهر النصوص أن يرد السلام على المسلم وليس المبلغ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن لو قلت وعليك وعليه السلام ما في بأس كما ذكر أهل العلم، ولكن ما تقول الله يسلمك ويسلمه، هذه ما تجزي في مقام رد السلام. تجزي في الدعاء، الحمد لله هذا دعاء طيب، لكن في مقابل رد السلام ما تجزي.
قال: وعن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. رواه البخاري. قال النووي: وهذا محمول على إذا ما كان الجمع كثيرا. وقد مر علينا كلام على هذا الحديث في أبواب سابقة، ولا بس أن نذكر شيء من معناه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة كررها ثلاثا. لماذا؟ من أجل الفهم، من أجل أن تفهم عنه. لكن إذا فهمت من أول مرة هل يكرر؟ لا يكرر. كذلك السلام، كان إذا سلم على قوم سلم عليهم ثلاثا، هل معناها أنه إذا دخل يقول السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم؟ لا، ليس هذا معناه، وإنما معناه محمول على معنيين والله أعلم. المعنى الأول إذا كان الجمع كثيرا، إذا كان الجمع كثيرا، فإذا سلم على الجمع الأول لم يسمع الجمع الثاني، فيسلم على هذا الجمع وهذا الجمع وهذا الجمع، فيسلم ثلاثا بمقتضى كثرة الجموع الذين في هذا المكان، لأن الجمع الثاني لا يسمع الأول والجمع الثالث لا يسمع الثاني، فيسلم على كل جمع لوحده. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني إذا لم يسمع منه السلام، إذا لم يسمع منه السلام فإنه يكرره إلى ثلاث مرات، فإذا لم يسمعه فإنه لا يزيد في السلام ويكتفي بهذه الثلاث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.